ما حكم صيد السمك بالمتفجرات إذا كانت الدولة تمنع ذلك؟ لا يعصي ولي الأمر، لا يعصي ولي الأمر، لأن هذا من مصلحة الرعية، ولا يجوز مخالفة ولي الأمر في مثل هذا. نعم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهو لم يأمر بمنكر ولا معصية. نعم.